السلام عليكم، نكمل بقية المحاضرة بتاعت الـ Storing Data. احنا كنا واقفين فين؟ طيب هنا بقى بيبدأ يتكلم على الـ Record Format، يعني اتخزن ازاي يعني، او شكلها بيبقى عامل ازاي. احنا قلنا الـ Record دي هو الأول. احنا قلنا مثلا احنا عندنا في الـ Database في الـ Relational Model عندنا الـ Table متقسمة الـ Row، والـ Table كلها فيها Attributes صح؟ فيبقى الـ Row هو كمان متقسم بنفس عدد الـ Attributes دي. الـ Row دوت مثلا يعني قلنا ان الرو ده هو ده الريكورد، تمام؟ فاحنا لو خدنا دوت قطعناه كده فيبقى هو دوت. حلو كده؟ طيب عظيم. الاتريبيوتس اللي موجوده جوه التيبل دي ممكن تكون فيكسد لينث او ممكن تكون متغيره، زي مثلا التشار في الداتابيز، النوع اللي هو تشار اللي هو الحروف، كنا مثلا بنديها عدد معين، او الفي تشار اللي هو على حسب ما انت هتدخل بيعمل حروف. فالفي تشار ده متغير على حسب عدد الحروف اللي انت هتدخلها بيشتغل، على ما اتذكر يعني. المهم انتوا فاهمين الكونسبت المقصود. انما التشار مثلا لو انت مديله عدد 20 حرف، ولو دخلت له 5 فهو هيحجز ال 20 حرف خلاص، تمام؟ فده بيتكلم على الريكورد فورمات لما يكون فيكسد لينس، يعني كل الاتريبيوتس اللي موجوده فيه انا عارف اللينس بتاعها. حلو كده؟ فالاتريبيوتس الاولاني انا عارف اللينس بتاعها هياخد قد ايه، الاتريبيوت الثاني كذلك، الثالث وهكذا. حلو؟ فده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى متقسم بالشكل دوت. بيبقى عندي ادرس بيشاور على بداية الريكورد ده، تمام؟ وانا ببقى عارف بقى ال واحد، عارف اللينس بتاع كل اتريبيوت. فانا مثلا لو عايز اروح اجيب الاتريبيوت رقم 3 ده، فانا هقوم البيز ادرس اللي هو بيشاور على بداية الريكورد، زائد انا عايز اروح اجيب التالت، فيبقى زائد ال واحد زائد ال اتنين، فيقوم يديني مشاور لي على الايه؟ على الاف 3، تمام؟ والمعلومات ديت بتاعت الفيلدز تايبس اللي موجوده في الفيلدز تايبس لكل الريكوردز اللي متشابهه، يعني اللي هي مثلا اعضاء الريكوردز اللي كانت موجوده في التيبل دي كلها بتتخزن في حاجه اسمها سيستم كاتالوجز، يعني اللينسز بتاعت الاتريبيوتس والحاجات دي كلها بتبقى متخزنه في الايه؟ في سيستم كاتالوجز. ماشي خلاص قلنا ديت. طيب في بقى احتمال ان يكون الريكورد بتاعنا ده اللي هو الرو بتاعنا يكون variable length، يعني اللينس بتاع الاتريبيوتس اللي موجوده فيها مش عارف، فزي قلنا اللي هو الفي تشار، تمام؟ انا مش عارف، مش فاكر معلومه الفي تشار، بس الكونسبت عموما يعني ان هو زي السترنج كده في السي بلس مثلا، في السي بلس بلس مثلا، فانت ما بتبقاش عارف عدد الحروف الموجوده في قلب السترنج ده، تمام؟ فهو ده كذلك يعني. فهو بيعمل ايه؟ في طريقتين. اول حاجه انه بيبقى الفصل ما بين كل اتريبيوت واتريبيوت بعلامه بسيمبل، سبيشال سيمبل يعني تعرفني ان ده نهايه الريكورد الاولاني. حلو كده؟ وتعرفني مثلا دوت اهوت، يبقى الريكورد الاتريبيوت الثاني ولما الاقي العلامه دي فانا خلاص كده عرفت ان الريكورد الثاني خلص، وهكذا، تمام؟ وطبعا في حاجه بتشاور في الاول. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا يكون عندي دلوقتي، احنا الريكورد قلنا ان هو ده الاتريبيوت الاول، ده الاتريبيوت او الرابع، وده الثالث، وده الثاني، وده الاولاني. يجي بقى شويه قبلهم كده، شويه بايتس او بيتس قبلهم كده، بيديني معلومات. ايه بيديني معلومات ده؟ ده مثلا يقوم مشاور لي على بدايه الاتريبيوت الاولاني، وده بيشاور لي على بدايه الاتريبيوت الثاني، وده بيشاور لي على بدايه الاتريبيوت الثالث، وهكذا. فيبقى عندي المعلومات دي لما اروح اجيب اي اتريبيوت ما بينهم، بجيب الادرس بتاعه عن طريق الكام بيتس تبقى موجوده في الاول دي، تمام؟ زي يعني كان دول الفهرس بتاع الريكورد ده، قشطه كده. طيب بقول لك بقى في حاجه اسمها النل. احنا عارفين ان احنا في حاجه بتسبورت ايا يكن نوع التايب اللي انت بتخزنه في الاتريبيوت ده، ممكن يكون ياخد قيمه اسمها نل. حلو؟ فده بيسبورته يعني. هو بص، هو ما شرحش هنا ازاي يسبورته، بس لما دورت عليه يعني مثلا لو انا عايز احط الاف 3 ده بنل، فهو يعرف منين في الطريقه مثلا اللي احنا بنتكلم عليها دي، امسح العك اللي انا عملته ده، فهو يعرف منين مثلا ان الاف 3 ده نل. نفترض ان دوت بيشاور على بدايه الاف 1، وده بيشاور على بدايه الاف 2، وده بيشاور على بدايه الاف 3، وده الاف 4. حلو؟ فلو الاف 3 بنل، هنلاقي اللي هو بيشاور، خلينا الرقم كده عشان ما ننساش، هنلاقي اللي هو ب3 ده بيشاور على المكان ده. حلو؟ واللي بيشاور على ب4 ده بدل ما هو بيشاور على مكان تاني، لا هو بيشاور على نفس المكان اللي بيشاور عليه 3، فهو اوتوماتيك كده كده خلاص يعرف ان الاف 3 دي كانت بنل. قشطه؟ بس هي مش موجوده في قلب المحاضره، بس انا كنت لقيتها يعني. طب احنا كده خلاص عرفنا الريكوردز تبقى متخزنه ازاي. نيجي بقى نشوف قلب البيج. البيج اللي هي عبارة عن مجموعة من الريكوردز لو حد نافي يعني. طيب البيج برضو هتتقسم نوعين، هل البيج دي بتحتوي على فيكسد لينث ريكوردز ولا فاريبل لينث؟ طيب أول حاجة اللي هي الفيكسد لينث، في بينها برضو حاجتين. إيه الحاجتين دي؟ حاجة اسمها الباجد. يعني إيه الباجد؟ هو أولا التقسيمة بتاعتها، يعني
تقدر تقول المكان اللي بيحط فيه الريكورد جوه البيج دي بيسموها سلوت، تمام. فالسلوت 1 مثلا هيبقى فيه الريكورد مش عارف رقم كام، وسلوت تانية فيها ريكورد، وسلوت تلاتة فيها ريكورد لحد سلوت ان، ولا عدد بقى بتاعه. طب دي بتعمل ايه؟ لو مثلا دلوقتي في عندي هنا سلوت مثلا تلاتة، قشطة، واخر واحد كان سلوت اربعة، كان سلوت مثلا ان ده، تمام. فانا قمت جاي شايل سلوت الدان ده ومتعمل له ديليت، فالمكان ده بقى فاضي. هتعمل ايه؟ هتقوم رايحة جاي بقى اخر واحد تقوم حاطه مكانه، حلو كده؟ طيب عظيم. فمعنى ان انا شلت ده قمت حطيته في مكان تاني، فالريكورد اي دي بتاع بتاع الريكورد اللي انا نقلته ده اتغير. فانا كل مره بشيل اي سلوت او اي ريكورد اي دي من قلب البيج اللي نوعها باكت دي، بتقوم نقله واحد تاني، وتقوم مغير الريكورد بتاعه، وتقوم مغير الريكورد اي دي بتاعه لان هي نقلته. فده ليه عيوب، يعني ان انت ممكن المفروض انت تسمع بقى التغيير دوت في كل حاجه كانت المفروض بتاكسس الموضوع ده، مش عارف بتهندلها ازاي الحقيقه، ومش موجود في قلب المحاضره يعني، بس ده من ضمن عيوبه، تمام. هو معلش عموما هنتكلم عن النوع التاني دلوقتي، بس هو عموما الريكورد اي دي بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى البيج اي دي، يعني انت في انهي بيج، والسلوت نمبر، انت في انه في انه سلوت من السلوتات اللي موجوده في قلب في قلب الايه؟ في قلب البيج اي دي، تمام كده؟ فبالتالي لو هو نقل دوت وداه لسلوت واحد، فالمفروض السلوت ده اللي هو جزء من الريكورد اي دي هيروح يتغير، تمام، عشان نحتاج النقطه دي لما نيجي نتكلم على النوع التاني ده، قشطه كده؟ طيب النوع التاني بقى اللي هو بيقول لك لا اعمل حاجه، انت ليه لما تشيل لما تشيل ال... هو معلش صحيح عشان اقول على حاجه، هو ليه هنا كان بيشيل اخر حاجه يوم حاططها في المكان الفاضي ده؟ عشان هو بيبقى عارف المساحه الفاضيه اللي موجوده في قلب البيج بناء على اخر واحد موجود، يعني هو عارف ان هو مثلا مليان لغايه سلوت 3، وهو مثلا كان فيه 10، فهو يبقى عارف ان فيه 7 سلوتس فاضيين، تمام، فيقدر يبقى عارف المساحه اللي موجوده فاضيه فيه. ده الفكره يعني. طيب التاني بقى، التاني لا انت شلت واحد من النص، خلاص يا عم سيبه زي ما هو، مش هغير حاجه، هسيب الحاجه كلها شبه بعضها. طب انا هعرف بقى منين الفاضي وانا عندي كام سلوت فاضي؟ عن طريق في شويه بايت بيتس في الاخر كده. هو عموما دي يا اخوانا في الحقيقه يعني مش بتبقاش بشكل مستطيل كده، يعني بتبقى زي ايه، تقدر تقول عباره عن ليست كده، والبيانات دي كلها متخزنه في الليست بالشكل ده، بس ده شكله حلو. المهم فانا عندي ده مثلا اللي تحت دي، الام ده ان هو نمبر اوف سلوت، وبعدين عندي هنا خانات بعدد السلوتس، حلو كده. كل سلوت فيها فيها الريكورد اي دي بتاع الريكورد اللي موجود فيها، يعني مثلا دوت نفترض ده السلوت الاولاني، فدي فيها الريكورد اي دي بتاع اللي موجود هنا، حلو كده، واثنين فيها كذلك، او يعني شيخ لا فيها واحد لو السلوت ده مليان، وفيها صفر لو السلوت ده فاضي، حلو كده. تاني عشان انا غلطت في الاول، يعني السلوت الاولاني ده مش هو فيه ريكورد؟ اه، فهيبقى دوت بواحد. الريكورد السلوت التاني ده فيه ريكورد؟ اه، فيبقى باتنين، فيبقى بواحد برضه. السلوت رقم ثلاثة هل ده فيه ريكورد؟ لا، زيرو، فاضي، وهكذا بقى. فاي سلوت الاندكس لو مليان يبقى بواحد، لو مش مليان يبقى بصفر. طيب ده ميزته في ايه بقى؟ تلاحظ ان انا غيرت مثلا يعني قمت انا مغير وانا مش ده، لا مش ده. طيب لما باجي برضو اكسس الريكورد اي دي، فيبقى ورا في نفس الموضوع هنا البيج اي دي والسلوت نمبر، تمام كده. بس نيجي بقى للجزء الثاني، ان البيج يكون الريكوردز اللي موجوده فيها هي عباره عن فاريبل لينس، فبالتالي انا مش عارف، طالما فاريبل لينس يبقى الريكورد كله على بعضه فاريبل برضو، لان انا مش عارف الساعات كلها على بعضها قد ايه. طيب فده بيتهندل ازاي؟ تبقى مثلا ده نفترض الشكل بتاع البيج بيبقى فيه شويه بايتس في الاخر كده، بت ايه، هي دي اللي بتشاور لي برده على الريكوردز الموجوده فيه. فنفترض مثلا الريكوردز موجود في قلب بيج بالشكل ده، فالسلوت رقم واحد دي فيها زي بوينتر او الريكورد اي دي اللي بيشاور على بدايه الريكورد المقابل للسلوت ده مثلا، دوت بيشاور برده على الريكورد المقابل ليه، وهكذا. كل سلوت بتشاور على الريكورد اللي مقابل للسلوت دوت، يعني لو الريكورد ده متخزن في السلوت رقم واحد، فيبقى السلوت رقم واحد بيشاور عليه، ده متخزن في السلوت رقم اتنين، وهو متخزن اهو، ده رقم اتنين كده رقم ان، وهكذا. لما باجي اكسسهم باكسسهم ازاي برضو؟ اول حاجه البيج اي دي اللي هو الاي ده، ورقم السلوت، انت في انه رقم السلوت. فانا لو عايز مثلا ده، ونفترض دي البيج رقم خمسه، فهيبقى البتاع بتاعه خمسه، ده البيج اي دي، واتنين ده رقم السلوت، فيبقى عارف ان هو هيروح للبيج رقم خمسه اللي هي نفترض ديت، والريكورد اللي موجود في السلوت كام؟ رقم 2، فيروح يشوف في السلوت رقم 2 في ايه العنوان اللي فيه، او ايه الريكورد اللي موجود فيه، لقى 16، قام رايح للبتاع 16 ده واخده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. واحنا عرفنا طبعا التقسيمه جوه الريكورد بتاعنا ازاي بقى من السلايدين اللي فاتوا دول. تمام.
هو هنا بيتكلم اللي احنا الحاجات اللي احنا كنا قلناها في المحاضرة الأولانية بتاعة الاندكسنج، ان الفايلز هو عبارة عن مجموعة من البيجز، والبيجز هي مجموعة من الريكوردز وهكذا يعني. وبيقول لك ان الفايل او كولكشن اوف بيجز اتش كونتيننج ا كولكشن اوف ريكوردز. طيب بيقول لك ان الفايل بقى المفروض يسبورت كذا حاجة، اول حاجة الانسيرت والديليت والموديفاير على الريكورد، وان هو تعرف تقرا ريكورد معين موجود في قلب موجود في قلب البيج، واللي احنا قلنا بنميزه عن طريق الريكورد اي دي بتاعه، ويقدر ان هو يسكان كل الريكوردز اللي موجوده فيه او تحت كونديشن معينه لما تيجي تعمل مثلا سيلكت وير مش عارف ايه بيساوي ايه. تمام، ده المفروض ان الفايلز يكون بيسبورت الحاجات دي كلها، ده شيء بديهي يعني. طيب ايه الاشكال بتاعه الفايل اللي تبقى موجوده؟ اول حاجه اللي هي الان اوردرد فايل، اللي هي الهيب فايلز اللي احنا برضو خدناها في الاندكسنج. بقول لك ده ابسط مثال للاستراكشر اللي احنا ممكن نخزن عليه بتاع نفس الحاجات اللي احنا في الاندكسنج. طيب بيقول لك بقى ان عشان نسبورت الاوبريشن اللي بيتم على الريكورد لازم نعمل ثلاث حاجات. ايه الحاجات دي؟ ان انا اعمل تراك للبيجز الموجوده جوه الفايل، انا ابقى بعرف اميز البيجز الموجوده جوه كل فايلز حلو، جوه البيجز دي بعرف المساحه اللي موجوده كل جوه كل بيج. تمام ليه؟ عشان لو انا عايز اعمل انسرت فانا المفروض ابقى عارف انا هروح اعمل انسرت فين، فهل البي دي فيها مساحه اعمل فيها انسرت للريكورد ده ولا لا، شيء بديهي يعني. طيب تالت حاجه ان انا ابقى برضو عامل تراك للريكوردز الموجوده جوه الفايلز، عشان لو عايز اعمل موديفاي على اعدل فيها او اعمل لها ديليت او اي حاجه او اقراها، فانا لازم ابقى برضو بكيب تراك عليها. طيب بيقول لك بقى في كذا طريقه ان احنا نكيب تراك للحاجات دي كلها. ايه اول حاجه؟ هي الهيب فايل امبلمنتيشن اساليت، دي معناه ايه؟ دوت المستطيل الحلو الجميل ده يعتبر فايل. تمام، فاحنا قلنا ان الفايل عباره عن بيجز، ففي حاجه اسمها الهيدر بيج، دي اول حاجه لما بقى اخش جوه الفايل بقرا الهيدر بيج دي. الهيدر بيج فيها المعلومات بقيه عن البيجز الموجوده جوه كلها، فيها تو بينترز حلو او تو اي ديز. تو بينترز هو مستخدم اللفظ بتاع البينترز يعني. بينتر بيشاور على اول بيج من البيجات اللي هي مليانه كلها، اللي هي مليانه يعني، وثاني واحد بيشاور على البيجات اول بيج من البيجات الفاضيه. حلو، طيب ناخد البيجات المليانه اول، اول بيج مليانه بتشاور على البيج اللي بعدها اللي مليانه برضه، واللي بعدها بتشاور على اللي بعدها وهكذا لغايه الاخر، ودي بتشاور على اللي قبلها واللي بعدها. حلو الكلام، وكذلك برضه في البيجات الفاضيه، دي بتشاور على البيج الفاضيه اللي بعدها، ودي بتشاور على اللي بعدها، وكل واحده بتشاور على اللي قبلها لو في قبلها يعني. حلو الكلام، حلو كده. بيقول لك شكل العنوان ده بيبقى عامل ازاي، بتقول الفايل نيم عشان يعرف ياكسس الفايل، بعد كده الهيدر بيج اي دي. حلو، اللي احنا قلنا يعني انت بتبقى عايز تعرف بس الاي دي بتاع البيج دي، وهو بقى بتدل لك على اي حاجه انت عايزها. حلو، طب في المحاضره تقريبا كان الدكتور قال ان المشكله في الجزء ده، هو كلنا نتوقع ان المشكله في الانسيرت. تمام، هو قال المشكله في انك ما تبقاش عارف المساحه الفاضيه في كل بيج من الحاجات دي. فانت مثلا لو معاك ريكورد وعايز تعمله انسيرت، فانت هتروح تشوف فيه هل المساحه دي مناسبه، انا نسبتي، فتروح تشوف اللي بعدها، مش مناسبه تروح تشوف اللي بعدها، وهكذا لغايه ما توصل لاخر واحده يعني، نفترض اللي كان فيها وانا ما بقتش فيها، يبقى خلاص الفايل ده ما فيهوش مكان. حلو، فدي مشكله، دي هتعالج في النوع الثاني من الكيب تراكنج للحاجات اللي فوق، اللي هو بقى اسمه الهيب فايل يوزنج ا بيج دايركتوري. يعني ايه الكلام ده كله؟ نفس برضه الهيدر بيج بس فيها شويه معلومات زياده. ايه هي؟ ان هي اولا فيها بوينتر على كل بيج، طيب عظيم جدا، وبجانب كده فيها معلومات هل البيج اللي هي بتشاور عليها دي فيها مساحه دي فاضيه، فانا بالتالي مش محتاج ان انا اروح على كل بيج ادور فيها ايه اللي فاضي فيها ايه اللي مش فاضي فيها، لا انا من قلب الهيدر فايل ذات نفسه اقدر انت فيكي مساحه فاضيه اللي انا عايزها، لا اشوف اللي بعدها اشوف اللي بعدها على طول يعني، او بقرا من الايه؟ من الدايركتري او زي الكتالوج بتاع الفايل ده. تمام، بقول لك حتى efficient search for embedded variable in slots، بقول لك ده الشكل اللي معمول على شكل linked list يعني. بس كده المحاضره بتاعت الايه؟ الستورنج ده خلصت يعني، ان شاء الله يعني. هو انا لسه ما ذاكرتش المحاضره، فغالبا لو شرحت اللي جاي لو لحقت اشرحه يعني هيبقى المحاضره الثالثه والرابعه. تمام، يلا سلام عليكم.